الشرط الأول للمصالحة، يعني خلينا نقول يعني الخطوة الأولى في المصالحة إن صح التعبير، هو الدولة، هو الدولة الليبية، عودة المؤسسات، عودة القضاء، عودة المحاكم، عودة أخذ الحق من المجرمين، من الظلمة. لابد، هذا أول شرط. أنا بلديات المنتخبة وفي رأيي والبلديات المنتخبة، عودة البلديات يعني عودة صندوق الانتخاب، عودة الدولة الحديثة التي أسستها فبراير، نعم، فضل الله سبحانه وتعالى، وليس عودة دولة 42 سنة التي يريد أن يروّمون عليها ويصدروا عملية المصالحة بإرجاع البيوت وإرجاع الأرزاق وممكن تعويضهم. لا يا أخي الكريم، والله ليس هذا هو قدر أهل بنغازي، وليس لنا أن نقدم أبنائنا مقابل أن يرجع لنا بيوتنا أرزاقنا. أقولها بكل صراحة، أكثر من 50% من أهالي بنغازي مهاجرين الآن الحمد لله رب العالمين، عوضهم رب العالمين في أرزاقهم وفي خيراتهم، ومنهم من بنى بيوت، ومنهم من عمل مشاريع في المنطقة الغربية. فالقضية ليست قضية بيت ولا قضية رزق ولا قضية سيارة حتى ترجع ونقول والله قد شكلنا المصالحة. نحن طلبنا الوحيد كأعضاء وحكماء وأعيان لمدينة بنغازي، نقولها بصراحة، أول خطوة في هذه المصالحة هي عودة الدولة الليبية، عودة المؤسسات، عودة القضاء، عودة المحاكم، ثم بعد ذلك لكل حادث حديث، يدخل أولياء الدم ويدخل كذا وكذا. وأنا في رأيي، في رأيي والله أعلم، في رأيي أن أبناء أولياء الدم عندما يرون ليبيا ترجع كما كنا نحلم بها، وعودة القضاء والمؤسسات بإذن الله تعالى ستكون لهم تنازلات تبهر العالم، تبهر العالم، أقولها بكل صراحة، وتدل على معدن هذا الشعب الليبي ومدى عشقه للحريات وللدولة وللمؤسسات وللقضاء، وأنهم رجال دولة وأنهم يريدون دولة بما تعني هذه الكلمة. نعم. لكن لكل حادث حديث، عندما يأتي من يمثل برقة فعلا، وعندما يأتي من يريد حقن الدماء فعلا، وعندما تأتي قبائلنا المعروفة نعرفهم ونعرف الشيوخ الذين لا زالوا موجودين على قيد الحياة الآن، نعرفهم بالاسم، عندما يتقدم هؤلاء ستكون أيدينا ممدودة إلى أبعد منهم بإذن الله تعالى. نعم. ويكون الخطوة الأولى كما أقول وأكرر، كأعيان وحكماء لمدينة بنغازي لابد من إقامة دولة ليبيا، لابد من رجوع الصندوق والانتخابات، لابد من رجوع البلديات المنتخبة جدا، لابد من رجوع صوت الشعب الليبي، الصوت الحر الذي دفعنا من أجله الدماء ودفعنا من أجله الغالي والرخيص. طيب سيطان.